لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وده بيخليهم عصبيين للأسف وانفعاليين. هما من امبارح عندهم القمر في وضع معاكس، ومطلوب من مواليد العذراء النهاردة ان هما السمو فوق الصغائر، يعني اي حاجات صغيرة يحاولوا ان هما ما يبصوا لهاش ويبقى عندهم سمو فوقها، يحاولوا ان هم يتحكموا في عصبيتهم وفي انفعالاتهم، وكمان يتجنبوا الدخول في اي صدام مع اي اشخاص من العيلة او في الحياة الاجتماعية. فيجو.